كان المفروض تجيب البطريق حقي معاي بس نسيت. بغيت اجيبه. بغيت اجيبه وحطه وراه هنا. والله شكلك اطول مني هنا. غش كذا كذا احسن. والله يحيي شكلي. اوكي انا طولي بالسيقان صدق. تراك طالع بستريم كذا. ادري. طب ما كنت تبغى تجيب معك كرتون تحطه على راسك؟ ايوه صح. واو. بين ولا ما بين؟ يعني مو عادي عادي. طيب كم يور فيرز الحين هل بيبدون ماتش جوكاكس وتوكي؟ جوكاكس وتوكي. استاذ سامر الحين بيبدون فريندلي ولا فريندلي؟ هذا لا هذه نقطه. خلاص بدو. نلعب دحين. اوكي انا بروح العب. نلعب دحين بعدين. يلا بيلعب دحين الماتش. الحين قاعدين يلعبون راوند 1 في الفاينل ستيج التوب 20 التوب 12 معليش. اللي هم جوكاكس فهد ضد توكي عبد الملك. طبعا بخ الحين راح دام تسالون عنه. الحين بقيت انا لحالي فعشان كذا راح نرجع الملل مره ثانيه وراح اتكلم عن اشياء شاطحه مع اني قاعد اشوف فوكس وقاعد اشوف ساموس وكل الشخصيتين سريعات كريهات. فوكس يعتمد انه شلون يحجر لك هو على مستوى مستوى ستيج نفسه، اما ساموس تعتمد اكثر على الضربات اللي في الاير. وكلهم يعاني ضدهم دي 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 طبعا لانه شخصيه ثقيله. فعشان كذا باتل فيلد ما ادري صراحه بتخدم مين اكثر، بس انا ما يبدو انها بتخدم فوكس، لان فوكس ضربات ال تكون اسرع واحسن له بستيج مثل باتل فيلد. اما ساموس الغريب ان جوكر الثاني يلعب ساموس، فما ادري ايش توكي الحين قاعد يلعب ساموس. تقريبا لعب كل معظم شخصيات الروستر، لا مو معظم يعني نصهم ممكن. في اثنين بدو واثنين ما بدو. أنا ليش قلت هذه النكتة السامتة على الستريم ها؟ لا أنا قاعد أعلق مع رفيقي. ما أدري ما في أحد. صوت نفسي. أيوة جيت معكم أنا المنهبل؟ من اللي قاعد يلعب بزيرو صوت؟ هذا هو أنا قلت كل هالنقطة قبل شوي. أنا حسبت إنه جوكاكس اللي قاعد يلعب بزيرو صوت، طلع توكي اللي قاعد يلعب بزيرو صوت. يا عمي توكي ذا نصاب يلعب أي شيء. أنا كنت أقول نقطة وبس ما أدري، ودي أخذ رأيك عنها هل هي صحيحة ولا لا. فوكس أفضل على الضربات اللي على مستوى ستيج، إنه يقدر يسيطر على ستيج أكثر، بس ساموس في ضربات الإير أفضل، فباتل فيلد بيخدم فوكس بسبب كثرة البلاتفورمز. إي هي تخدم كثير تخدم فوكس، يمكن أحسن مرحلة لفوكس أصلاً. كل اللعبة. توكي سحب على باك مان ما شفته يختاره. اي اليوم ما اختاره لسه، هو قاعد يجرب. انا الحين صرت اتمنى انه يرجع الباك مان. ودي توكي يفوز. انا ودي توكي يفوز بالبطوله. نفسيه انت وراك كذا. توكي صديقي. توكي صديق الاصدقاء. توكي صديق الكل. صديق الكل. توكي يصادق من يصادق الجميع. كويس ما جاي يصفق. بس احط تويت بس تويته. تويته. تويته في تويتر. لان تقدم اكثر العدد. اوه! اوب 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 ما ضبطها. وين وائل؟ عشان عادل. تقول وائل يحط هذا بحساب سناب شات، لانه هو اخذ حساب سناب شات لان عنده جوال ايفون مو مثلي. اي هذا الايفون غث امنا بهذا الايفون. لان سناب شات بدا على الايفون فتصويره افضل من تصوير الاندرويد. تكلم عن البيكسل والتي سي بي اي بي وهذه الاشياء. انت في احد يسولف؟ في واحد سولف بالسكت دحين. دحين؟ دحين. واو كانت فوق. واو اوف انا ما توقعت هالشيء. كان تفوق في البدايه لتوكي في الستوك الاول. علق علق ولا تويت انت خلص واكتب انت تويته. الحين توكي زعل، واضح انه بيختار باكمان. باكمان باكمان باكمان. لا واضح ان توكي زعلان. اوكي هو دائما ما يبتسم. هو دائما نفسيه اصلا باوزر. انا متاكد انه متوعد انه بس يختار الشخصيه مره واحده. اختار ماريو. ماريو باتل فيلد فوكس باتل فيلد. هل هي متساوية؟ والله هم تقريبا نفس الشيء. كلهم كويسين فيها. كلهم يقدرون يسيطرون على باتل فيلد. بس ترى الماتش اب هذا اصلا يعني مرة اكسكلوس، ما تدري مين بيفوز. ماريو عنده قوة الكومبوات لان ذاك فوكس فاست بولر وبرضه انهبل ذا. فما ادري مين ممكن يفوز بالماتش اب هذا.
اسم الثيم طبعا جور ميريس للي هذه معلومات اليوسلس ابتلت فعليا ما هم معلومه يوسلس انت كلك يوسلس اصلا سعلتك انت ما تاهلت اجل انا ما تاهلت قلت لهم صار بمجموعتك ايه قعدت اشرح لهم السالفه والله مجموعتك كانت فظيعه جد المشكله ان النتائج تغيرت عن النتائج الاوليه اللي في الجدول اوكي في الباقي من الانجليزيين موجودين So now we're starting باب top 12. This is round one of top 12. Oh! يا عيني على الكفرج روعة صراحة. بعدين مكتوب لنا انها top 12 هذه عشان تبين. نايس. صحيح round one dash top 12 تطلع أحسن. حتى top 12 الحالة إذا ما في كان نايس. لا حفلة 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 حفلة. يا إلهي. انا هذه اعاني معها الى انك كبروا الباب شخصيتك بس انا لطيف انت تلعب دي 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 نفسيه بالضبط تلت اب اير ملاحظ ان الشخص توكي افضل بكثير من الجيم الاول صحيح لان ليتل موم مخلي فوكس يرجع للستيج مره ثانيه تلت اب اير ستيج فوكس يقدر انه يسيطر شوي اوه وقف ترش فيه نايس واو ايش يسوي ذا؟ هل يقدر اوكي اي يا لا لا الابي حق تبان نصابه غشاش يده طويله من جد اوبا كذا فر عليه اسماش دوج على راسك يا بوي نيها هل بيسوي كمباك زي الماتش الماضي جاكاكس؟ لانه سوى كمباك حلو الماتش الماضي تقريبا ركض الاسماش ركض الاسماش مره ثانيه والله قوي جاكاكس تقريبا كان البرسنتج حقت جاكاكس 70 او 60 وهذا كان تو يبدا ستوك الثاني سلام وقدر يرجع يفوز بالماتش ناس ال اسمها هذه الليج ترامب بكره لسه بدري بام 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 اوه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 
معك التعليق الملكي. كان نفسيه بس. اوكي كل يوم نفسيه. في احد يسال عن تعليقك؟ في احد يسال عن تعليقك؟ اوبا ذا كوين جو. واو هذا لا يكون الصنديق الشلولح ستوكر حقك. وش كان اسمه الشخص الماضي؟ كوين جو. كوين في اللوزرز؟ لا كوين طلع من البطولة الحين. كوين لا في اللوزرز مو في الوينرز. بس في الوينرز صح. الوينر تفوقت عليهم ورجع في اللوزرز. 1-1 اكثر حق ترى. جو اسم جو فارس. جو فارس قول الخالد يلا. شلولح. شلولح يعني صنديد يعني شجاع صح؟ يعني اقوى شيء في الحياة. اي شلولح. يلا شوف جوكاكس وش تغير اثنين شخصيات. لا تلعب نفسي يا خالد. نايس طلع اللومه. صراحه لوسينا حقت جوكاكس كانت مره كويسه الفتره الماضيه بس تركها فتره تلعب بس بفوكس. نايس. فين ريل جان؟ ريل جان حاليا قاعد يلعب. لعب مع اشترى على مباراه مع عزوز. قاعدين يلعبون اوف ستريم. لا لا لعب ظهر ما ادري مين فاز. شوف ريلي شوف هذا. نعم اللي فاز ريل جان. نايس سلام. لا 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 اوف حلو كان يبغى يسوي الدوج. تلعب الجيم حقك سامر مع صالح الحين. انا الحين العب؟ ايه اوكي. نايس حلوه جاب جاب انتو اب تلت. وين وائل يا شباب؟ حلوه جاب انتو فروت ماش. مين هذا؟ مين مين؟ وشو؟ طب وين وائل؟ تعال وائل. الحين اخيرا خلاص خلاص. لا ابغى وائل ابغى وائل.
ابغى احظى بفرصه اني اعلق مع وائل. هذه اول مره اعلق بفرصه انه يقعد مع تيك ماستر. يحظك يا تيك ماستر. اخيرا ابدا اعلق مع وائل. اخيرا اقدر استهبل على شيء اقدر تسهبل. اخيرا نقدر نستهبل على بعض. ذا شغال روزالينا تذكرني بموم. موم يذكرك روزالينا. معجبك يا كوين يقول روزالينا تذكرني بموم. طيب. تركي معجبك يقول روزالينا تذكرني بموم. الحين تعلق على البطولة. ما ادري يمكن نموم يطلع. اوكي بادرون يا اخي الكفر حقت روزالينا والله انت ممل والله. كمية داون سماشز مو طبيعية. هل لو ما قسم بالله اني اكرهها اكثر من روزالينا. معني كنت احب ماري جالكسي فعليا. ليه 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 كيف انزل له قلو تعرف الاغنية او لا خلاص ما يحتاج. لا كل البنات بتحبك كل البنات حلوين. اوكي الحين تأهل توكي 2-1 من هذا. طبعا توكي الى الان بداية التورنمنت ما اختار باكمان ولا مرة. هو خسر. هو ما يبي يختار باكمان. ليش ما يبي يختار باكمان؟ باكمان احسن شخصية باللعبة. مخلي ضد شو اسمه ذا تريبل 7. اوكي مع ان تريبل 7 يفوز عليه هو باكمان. فهذا احسن حل يعني يختار له باكمان. هو فكس عليه مرة تقريبا مرتين. صحيح وافقك الرأي. اي شيء انت تقوله يا وائل انا معك. اكيد طبعا اكيد اكيد. الله يخليك. احنا الخبراء وانتم المتدربين. احنا العقل وانتم اليد.